في عمق المشاعر المقدسة تجري السعودية إحماء من نوع آخر وتسابق الزمن لوضع اللمسات الأخيرة لمقر حجاج بيت الله الحرام. العربية تواجدت في مخيمات حجاج قطر وهي مهيئة تماما وفي انتظارهم. قد تغيب الحكومة القطرية حجاجها عن موسم حج هذا العام رغم رغبتهم الملحة في أداء مناسك الحج وأمام ترحيب من السعودية بحجاج دول العالم كافة بمن فيهم القادمون من قطر. باتت المشاعر المقدسة الآن تتزين بمظاهر التجهيزات. تأكدنا ولله الحمد على تمام الجاهزية لاستقبال حجاج دولة قطر، وسواء ما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة لهم من الفرش والخيام وأيضا دورات المياه والتكييف، وكانت الخدمات التي يعني تقدمها المؤسسة في تمام جاهزيتها ومستعدة بإذن الله تعالى إلى استقبال الحجاج. على مساحة تقدر بنحو 4000 متر مربع تفرد مخيمات الحجاج القطريين زواياها لاستيعاب 2400 حاج قطري، وها هي مخيماتهم تم تجهيزها ضمن بقية مخيمات الحجاج القادمين من كافة دول العالم. بالطبع المخيم المخصص لحجاج دولة قطر يستوعب أكثر من 2400 حاج، من ضمنهم مكتب شؤون حجاج دولة قطر. نحن نرحب بحجاج دولة قطر الشقيقة ونعلن جاهزية مخيماتهم لاستقبالهم بإذن الله تعالى. تتموضع مخيمات حجاج قطر في منطقة تعد أكثر المناطق حظوظا على امتداد شارع السوق العرب بمشعر ميناء باعتباره الشريان الرئيسي المؤدي لمنشأة جسر الجمرات، فضلا عن قربه من محطة قطار المشاعر. استكملنا كافة التجهيزات المتفق عليها مع مكتب شؤون حجاج دولة قطر لاستقبال الحجاج في هذا العام، ونحن على أتم الجاهزية التامة لاستقبال الحجاج، ومرحبا بضيوف الرحمن. نحو 4 أسابيع على بدء موسم الحج، وقوافل الحجاج بدأت تصل إلى السعودية، حيث يختار بعض الحجاج زيارة المدينة المنورة قبل النزول إلى مكة المكرمة. من مشعر ميناء خميس الزراني، العربية.